لا يتطلب إنقاذ الوضع الصحي في تعز أكثر من تحرك جاد من الحكومة والسلطات المحلية، فالنداءات المتكررة للجهات المعنية لم تجد من يصغي لها حتى اللحظة، على الرغم من انتشار الحميات في المحافظة. هنا يوجه مدير المستشفى الجمهوري مناشدة عاجلة لدعمهم بمادة الأكسجين والمعدات الطبية اللازمة لإنقاذ مرضى القلب والمصابين بالأوبئة المنتشرة. نحن نوجه نداء استغاثة إلى جميع المنظمات والسلطات العاملة في القطاع الصحي لإنقاذ مرضى المستشفى الجمهوري، مرضى القلب ومرضى الأوبئة، وخاصة مرضى العزل، مرضى فيروس كورونا مركز العزل، لتوفير اسطوانة الأكسجين أو تزويد المستشفى بمصنع أكسجين لكي تكون هنالك خدمة للمرضى كافية بالشكل الطبيعي والشكل الصحيح. تعددت الأوبئة الفيروسية التي تنتشر في المدينة، لكن يبقى الوضع الصحي المتردي على ما هو عليه، حيث تعرض المئات من السكان خلال الفترة القليلة الماضية للإصابات، وتوفي بعضهم بفيروس كورونا، الأمر الذي يسلط الضوء على حجم الكارثة في مدينة تعاني منذ 5 سنوات جراء الحرب والحصار اللذين ألحقا أضرارا بالغة بمرافقها الصحية. هناك أمراض كثيرة في مدينة تعز انتشرت بسبب الوضع الكارثي، وخاصة في السنتين التي فاتت، وخاصة هذا العام. هناك مرض الملاريا، حمى الضناك، الشيكونغونيا التي هي معروفة باسم المكرفس، والتي لم تكن موجودة في تعز، كانت موجودة في المناطق الساحلية مثل ما عدن والحديدة، وأصبحت اليوم موجودة في تعز، وانتشارها انتشار يعني فظيع. وكذلك مرض التيفويد، الكوليرا، وهذا يعود كله إلى سبب الوضع البيئي الكارثي، وجود القمامات، وجود المستنقعات المائية، خاصة ونحن في فصل الصيف. هناك مئات المستنقعات داخل المدينة لم يتم ردمها، وهي عبارة عن وكر لانتشار البعوض الناقل للأمراض هذه. بين صنعاء وعدن يتوزع دعم منظمة الصحة العالمية، بينما تحرم تعز وغيرها من المحافظة من حصة الدعم بالمعدات والمحاليل الطبية الخاصة بفحص كورونا. تفتقر محافظة تعز لأغلب المعدات الخاصة بمواجهة الأوبئة والحميات، لكن أكثر ما يثير المخاوف لدى الناس هنا هو أن يتركوا فريسة لهذه الأوبئة التي تأخذ بالانتشار يوما بعد آخر. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.